ويرفع المهرجان الذي يقام على مدى 3 أسابيع هذا العام شعار وفاء وولاء كما أشرنا. وفسر وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف شعار المهرجان قائلاً: ولاء للأرض، ولاء للتاريخ، ولاء لولاة الأمر الذين لا يألون جهداً في عمل كل ما في إمكاننا لأن نقرب البعيد لأبناء هذا الوطن وأجياله القادمة.